أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية في الفاصل التاني في الفقرة التانية من برنامجكم مصر في 60 دقيقة، اللي هتكون معانا فيها الدكتورة أمل محسن، استشاري الصحة النفسية وعضو المجلس الأمريكي للمستشارين النفسيين. هنتكلم فيها وحقيقة حوار مفتوح، هنتكلم معاها عن أهم ما يشغل الرأي العام في السوشيال ميديا. ألو ألو دكتور أمل. أيوه، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ انتي ربنا يخليكي يا كل رب. سنه حضرتك طيبه يا جميله. وانتي طيبه، وكل الناس الحلوه اللي معاكي بخير وامان وسعاده يا رب ان شاء حبيبتي الله. كل سنه. عايزينك بقى المره الجايه تشرفينا في الاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله يشرفني ويسعدني باذن الله ان شاء الله. حبيبتي عايزيني كده نكلمك في البدايه عن حر الصيف والارتفاع الشديد والمبالغ فيه في الجو، ويقال ان الحر ده بيبقى سبب في حرقة الاعصاب اللي ممكن الواحد يتعرض لها، او بيبقى الواحد اكتر حد بيبقى عرضة للغضب. يعني من وجهة نظر حضرتك كده، ده فعلا الكلام ده صح؟ يعني كاستشاري لا، صحة الحقيقة نفسية. هو طبعا الحر الزيادة ده حر، يعني في تغير مناخي، عمر ما مصر شافت الجو ده ابدا. درجة الحرارة بتعدي ال 45 وحاجات كده، فأكيد ده بيأثر نفسيا على شعب كامل مش متعود على النوع ده من على الجو الحرارة. ده يعني حتى المصريين اللي بيسافروا دول الخليج يشتغلوا بياخدوا أجازة بينزلوا وقت الصيف وكده، فمش بيشوفوا الحرارة دي بره، ايوه فبينزلوا في وقت الصيف في القاهرة في مصر يعني، فمش بيشوفوا بالظبط. الحرارة دي زي السنة دي. احنا شعب طول عمره مخدناها في ابتدائي في الجغرافيا، ده في ممطر شتاء حر جاف صيفا، اللي هو يعني احنا جونا معتدل من يوم ما وعينا على الدنيا. ما عندناش نوبات البرد الشديد ولا السخونه ولا الشديده السخونه الشديده دي، ولا الحاجات بقى اللي بتنتج عن كده، اللي هي العربيات تتاثر والتكييفات تتاثر والكهرباء تتاثر فطبيعي ان الانسان اذا كان الجماد بيتاثر فطبيعي إن الانسان. الانسان هو عامه دلوقتي الناس في الشارع حتى بقت نرفز كده، بتتعصب على اي حاجه هو مش بس انا مش واصله على موضوع العصبيه بس، هو هي بتاثر انه الانسان يفقد سوائل كتيره جدا جدا، عايش في ضغوط عصبيه مستمره، كمان الجو قلب علينا، فهي ضغوط عصبيه ادت الى الغضب، بس مش الحر لوحده. يعني الحر تبقى طبعا حاجات الناس تانية. اللي بتعاني من السكر الواطي او الضغط الواطي دول يا حرام بيتبهدلوا في الجو ده، في الجو بيجي لهم هبوط وبتبقى حالتهم صعبه. يعني طب ايه العلاج من وجهة نظر حضرتك يا دكتور؟ ولا حاجه، العلاج ان احنا نحاول نتقبل، او هو اهم الصبر. حاجه في العلاج النفسي الحديث التقبل. احنا الصبر. عندنا ظرف في الكره الارضيه كلها، في تغير مناخ، في اماكن فيها غابات بتولع واماكن بتولع، يعني صح فعلا. فاحنا نقول يا رب يعني احفظنا وكده، فلازم نتقبل دي حاجه مش في ايدينا، ونحاول نتاقلم معاها مع التعليمات اللي بتقولها مثلا منظمه الصحه العالميه، بتقولها الميديا، اللي هو تشرب ميه باستمرار، ما تحاولش تقعد في حته فيها شمس قبل الساعه 4. كل المعلومات والتعليمات الجديده علينا، اللي هي ما تسيبش حاجة في العربية ممكن تنفجر زي ولاعة أو إزازة فرفان أو مطهر إيدين، يعني الاحتراز لسلامة الحياة الإنسان. نتقبل الموضوع مع بعض الإرشادات كده الكويسة اللي احنا نتخطى بيها الحرارة دي بسلامة كده. بالظبط، وفترة هتعدي يعني إن شاء الله شهر إن أو شاء الله مستحمله، هي وإن شاء الله يعدي يا رب بإذن الله على إن شاء الله. بمناسبة بقى الثانوية العامة والنتيجة الأيام دي بتظهر إن شاء الله كده، يكونوا كلهم مبسوطين وفرحانين. عايزين بقى إرشادات من حضرتك كده ونصايح التعامل النفسي للثانوية العامة أو لنتيجة الثانوية العامة، خاصة إن في بنت الله يرحمها يعني انتحرت بسبب رسوبها في نتيجة الثانوية العامة. أزهرية، هي ثانوية أزهرية. طبعا هو لحظة الانتحار دي لحظة عجز ويأس وقلة حيلة. وبرضو أنا يعني عايزة أقول حاجة، الإنسان فضل. اللي بينتحر عنده مقدمات تسبق الانتحار، بس إحنا عشان ما عندناش معلومات كفاية فبنختصها في الموقف اللي هي انتحرت عليه، صح كده قصدك؟
لا مش قصدي كده، قصدي انه الشخص اللي عنده ميول انتحاريه هي ما بيصحاش من النوم يقرر ينتحر. لازم بيكون مر باكتئاب او بلحظات خذلان. هذا اللي عارفه الخذلان اللي هو اتصدم كذا صدمه ورا بعض، او عنده اسمها ايه خيبه امل، او عنده يأس، احساس بالاحباط متكرر كذا حدث ورا بعض، تمام، مع ضغوط نفسيه. بعد كده بينتج عنها اصوات من نفسه الداخليه تزقه او تقول له بشكل او باخر ان الموت هو الحل. فعند اول موقف يعجز فيه بشكل معين يقوم ويلاقي فرصه انتحار ينتحر. تمام، اوكي. لكن ما حدش بيبقى سوي، يعني عايزه اقول تاني عشان كلام، انا فاهمه قصد حضرتك، بيبقى عنده رواسب قبل كده، قبل اللحظه دي. حد سوي 100% بيصحى من النوم ينتحر، ده مش موجود، بيبقى عنده رواسب قبل، لا في الطب النفسي ولا في الطب البشري ولا في الطب البديل ولا في اي طب. الانتحار جاي بيبقى ميول معينه ومقدمات، بس للاسف الاهل والناس الناس اللي حواليه بيبقوا مش واخدين بالهم. بالظبط. فطبعا الناس اللي بتنتحر في الثانويه العامه دي نتيجه ايه بقى؟ تعالي اقول لك نتيجه ايه. نتيجه مقدمات كثيره جدا. الرعب بتاع الثانويه العامه اصلا، الله اعلم المعامله في البيت كانت عامله ازاي، الضغوط كانت عامله ازاي. شخص تعب وعمل اللي عليه من وجهه نظره وعمل وسوى ودروس وتفاصيل كثيره، ف لحظة السقوط دي لحظة بتبقى صعبة جدا، لأنها الثانوية العامة دي تغيير مسار في حياة الإنسان، وبتبقى ضغط عصبي على الوالدين والطلبة. طب تنصحي بإيه طيب؟ تنصحي بإيه طيب الأولياء الأمور مثلا لو أولادهم في النتيجة ما جابوش مجموع كويس، يعني تنصحيهم بإيه؟ يتقبلوا الموضوع إزاي ويتعاملوا إزاي مع أبنائهم؟ لازم يكون عندنا نرحم بعض. يعني دلوقتي أنا عارفة إن ابني عمل اللي عليه وذاكر، خلاص ما دمروش بقى عشان سنه في عمره ادمره بقيت عمره. اكيد ده مش منطق. فلازم الاول يبقى فيه وعي للناس بشكل عام عن الثانويه العامه. يعني ايه الثانويه العامه دي؟ مرحله تعليميه انتقاليه، احنا بنخلص مدرسه بنخش الجامعه. انت هتحاول تجتهد وتعمل اللي عليك، ومن زرع حسد، والله عملت كويس، قدرت كويس، ان شاء الله تجيب مجموعه كويس. ايوه، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. ما تعرفش انت لو جبت مجموعه كبيره، ما دام عملت اللي عليك يبقى خلاص ربنا عاوزك تبقى كده. بالظبط. فهو الانتحار مش عشان الثانويه العامه، الانتحار ده البنت دي مرت بظروف مؤلمه متتاليه وجابت اخرها بقى في ايه؟ في السقوط ده، في النقطه دي، وحياتها وقفت عند النقطه دي. بالظبط. ايوه بالزبط. تمام. طيب يقال ان في اكتئاب صيفي، يقال او بنسمع ان في حاجه اسمها اكتئاب صيفي. انا دي حاجه عمري في حياتي اسمعها في الحياه. بسمع اكتئاب ما بين الفصول، وبنقرا عن اكتئاب ما بين الفصول، وبنقرا عن الشتاء، لانه علميا الشمس بتقل في الشتاء. فحتى اكثر الشعوب انتحارا بره الشعوب اللي ما بتشوفش الشمس، ما بتشوفش فيها شمس. يعني احنا المفروض كده كمصريين ما بقاش عندنا اكتئاب خالص، وخاصه الصيف، صح كده؟ لا، فاحنا عشان الشمس بتجيلنا تتعالج من الاكتئاب بالشمس. مش معقول يعني من احدى وسائل علاج الاكتئاب الشمس يا دكتور. هي الشمس مهمه جدا، قله تعرض الشمس بتجيب اكتئاب، مش العكس بقى. يعني احنا بنخاف من اكتئاب فصل الشتاء، لانها كلها انت عارفه فيتامين د في يعني ابحاث حديثه اثبتت ان فيتامين د مسؤول عن الصحة العامة والحالة النفسية وسلامة النوم وسلامة العظام وسلامة الهضم وحاجات كتيرة قوي، اللي هي أساسا مصدرها الشمس. ربنا خلقه في الشمس، فمش معقول ربنا يخلق حاجة علاجية يقوم ينتج عنها اكتئاب. يعني مش معقول برضه، صح ولا إيه؟ أكيد طبعا. طيب مش معقول يعني. في اسئله كده بتيجي لي على البيج يعني بتاعت البرنامج وكده، بتقول ان احنا بنتعشم كتير في ناس لينا، وبعدين يعني بنختزل من اقرب الناس لينا، فبيقولوا احنا ايه اللي بيحصل لنا، ونتعامل ازاي مع الموضوع ده، وازاي نتخطى الموضوع ده يعني باقل الخسائر زي ما بيقولوا. الخذلان من الناس القريبين مننا، الصدمات يعني. ايوه، من اقرب الناس ليهم. من اقرب الناس لينا. اللي بيحصل ايه؟ في حاجه اسمها التوقعات المسبقه او الاحكام المسبقه.
هل تمام؟ وبالبلدي العتم. حلو. يعني انا مثلا عرفت فلانه النهارده او هي بنت خالتي او هي بغض النظر مثلا قريبتي او صاحبتي او جارتي او كده، فاول ما اعرفها وارتاح لها وتبقى لذيذه مظهريا احط بقى سلسله من التوقعات الغير عاديه، انها زي اختي وحبيبتي وهتبقى صديقه العمر وانها هتقف جنبي وانها هتعمل لي واحد اثنين ثلاثه وهي بتشتغل كذا فلو طلبت منها كذا هتعمل لي كذا. فبنقعد في سلم كبير جدا احنا اللي بنعمله، كل واحد فينا مسؤول عن اللي بيعمله. يعني احنا نمشي بمبدا عم عشم مات ولا نقول ايه؟ لا انا ما قلتش كده خالص، انا بقول ان التوقعات والاحكام المسبقه بدون خبره وبدون مساحه من الوقت كفايه لتقييم العلاقه هي اللي بتعمل لي الصدمه. يقوم الشخص بقى ده لو ما عملش كل اللي انا توقعته منه من الاول انا كده اصبت بصدمه. تمام. انا الشخص على فكره ما عمليش حاجه، انا اللي عملت في نفسي. تمام. انا اللي حطيت توقعات زياده وانتظرتها تحصل فما حصلتش. اول حاجه نعملها ان احنا نبطل التوقعات، ان احنا لما بنتعرف على قرايبنا ولا اصحابنا ولا جيراننا ولا رؤسائنا في العمل او زمايلنا في الشغل بالبلدي كده اتفرج على الموجود. يعني ايه اتفرج على الموجود؟ يعني انا ارتحت لك وانت ارتحتي لي، نعرف بعض بقى. انا هقدم السبت انت هتقدمي لحد، انا قدمت سبت وحد واثنين وانت ما قدمتيش، ابتدي اخد بالي ان الشخص ده مش زي ما انا كنت متخيله. تمام. احطه في حجمه الحقيقي ليه؟ عشان اقلل الصدمات. تمام. يبقى نعمل حسابنا او نعمل حسابنا او نختبر اللي قدامنا في الوقت والتعامل. نديله فرصه نعرف بعض. تمام. نعرف بعض. طيب ناخد حضرتك كده بقى لموضوع بعيد خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه عن الاكتئاب والكلام ده كله، بس هو الموضوع ده كان اشعل السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا دول. سيدة المطرية اللي بترت العضو الذكري لزوجها، من وجهة نظر حضرتك كاستشاري صحة نفسية، هل هذا يعتبر مرض نفسي في المقام الأول ولا لا؟ هو اكيد الشخص اللي يرتكب هذه الجريمه هو غير سوي نفسيا. تمام. وعنده ميول انتقاميه وتخطيطيه، يعني لو محامي هيعرف يوصف لك هي عملت ايه بالظبط. تمام. هي بيتت النيه وحضرت السلاح. سلاح، حضرت السلاح وثبته وهربت وعملت وخططت ازاي تعمل كده، لانه علشان ست تقدر تكتف راجل وتعمل فيه كده، دي بقى بنجته يعني مش التفاصيل قوي ولا عملت ايه بالظبط. فهي دي جريمه متكامله الاركان، مفيش انسان سوي. لا أبدأ. هي تقريبا هي اديته منوم وعملت كده وثبته وهربت وابنه جه اكتشف الموضوع. تمام. دي طبعا الست دي كفرت سيئاتها بالبلدي كده، يعني تم تكسير كل السيئات اللي عملتها منه اكيد، لان مش ده كده وفقدت الحكمه في اداره المشاكل وقررت انها تنتقم. فلا هي سويه ولا التصرف ليه علاقه، ده دي جريمه. اللهم عافينا والله، اللهم عافينا، فربنا يعفو عنا ويرحمنا. يا رب. انا بشكر حضرتك جدا 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 دكتوره امل محسن، استشاري الصحه النفسيه وعضو المجلس الامريكي للمستشارين النفسيين، على المعلومات القيمه المفيده دي. انا شخصيا استفدت من حضرتك واتمنى ان حضرتك تشرفينا ان شاء الله. للاسف وقت حلقتنا انتهى، نشوفكم على الف خير باذن الله الحلقه الجايه، موضوع جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع تحياتي نرمين عبد الرسول.